الأيام أدلى رئيس النظام السوري وزوجته بصوتيهما في انتخابات مجلس الشعب، حدث التقطته عدسات الكاميرا ليتم عرضه على مئات الشاشات التلفزيونية عبر العالم. وبدأ من الواضح أن الهدف من ذلك هو إرسال رسالة للخارج بأن ثمة حياة برلمانية في سوريا، حيث يشارك الناس في صنع القرار من خلال مجلس الشعب ويحظون بحرية اختيار ممثليهم فيه، ولا سيما بعد السماح بالتعددية الحزبية الشكلية في أغسطس عام 2011. أما على الصعيد الداخلي فيتعامل النظام مع مجلس الشعب باعتباره مكانا للترضيات السياسية ومكافأة مؤيديه المحظوظين، إذ أشارت دراسة لمركز السياسة العالمية إلى تصدر من يوصفون بأمراء الحرب الحراك الانتخابي الأخير، وهم بالطبع نالوا الحصة الأكبر من المقاعد البرلمانية. ويستخدم نظام مجلس الشعب أيضا لتمرير سياساته ورغباته على شكل قوانين تسنها مؤسسة تشريعية، مثل ما جرى عندما أقر المجلس القانون رقم 10 لعام 2018، والذي يعطي النظام الحق في مصادرة أملاك النازحين واللاجئين. وعندما عدل قانون الخدمة العسكرية الإلزامية في ديسمبر عام 2019، حيث فرض عقوبة مالية قدرها 8000 دولار على المتخلفين أو سمح بمصادرة أملاكهم. لقد كان عملنا وتعاوننا مع السلطة التنفيذية على الدوام تعاونا مخلصا، وصولا إلى الأهداف المرسومة والمرجوة في إطار احترام كل منا لدور الآخر ووظيفته ومهامه. ومن الأمثلة التي لا تقبل التأويل أيضا تعديل مجلس الشعب الدستور عام 2000 لتمرير خلافة بشار لوالده في الرئاسة، وإقراره تخفيض سن الترشيح لها إلى 34 عاما. على هذا النحو يظهر زيف شعارات العدالة ومحاربة الفساد في الحملات الانتخابية للمرشحين قبل أي انتخابات تشريعية، شعارات سرعان ما تتبدد مع أولى جلسات البرلمان لتصبح معها مصلحة النظام فوق أي اعتبار.